هزت مجزرة الحولة في سوريا والتي راح ضحيتها 116 شخصا حوالي نصفهم من الأطفال هزت الضمير الإنساني. مجزرة الحولة لم تكن الأولى وهي ليست الأخيرة في مسلسل الفظائع التي ترتكب في سوريا، حيث تبعها مجزرة أخرى في حماة قتل فيها 33 مواطنا سوريا، وأخرى في دير الزور عندما تم العثور على جثة 13 شابا جرى تقييد أيديهم إلى الخلف قبل قتلهم، والقائمة تطول بطول أيام الثورة السورية. منظمات وشخصيات حقوقية حملت النظام السوري مسؤولية المذبحة وطلبت المجتمع الدولي بفتح تحقيقات فورية في تلك المذابح الدموية تمهيدا لمعاقبة الجنى. للحديث حول أبعاد تلك المجزرة وآخر المعلومات حول التحقيق فيها أرحب عبر الهاتف برئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. سيد رامي عبد الرحمن، هذه المجزرة المروعة التي ما زالت حتى الآن تقض مضاجع الضمير الإنساني بفظاعة الصور التي ترد عنها، هل ما جرى في تلك المجزرة ينطبق عليه فعلا وصف الجرائم ضد الإنسانية؟ نعم، أولا إذا لم يكن وصف الجرائم ضد الإنسانية ينطبق على هذه المجزرة الوحشية البشعة، فإذا على ماذا تنطبق وصف جرائم ضد الإنسانية؟ هذه جريمة ضد الإنسانية بشكل مؤكد، هذه جريمة مسؤول عنها النظام السوري، حتى لو جاء النظام السوري بشخصيات الآن على شاشة الإعلام السوري واعترفوا بأنهم هم الذين ارتكبوا المجزرة، نقول أن النظام السوري هو المسؤول الأول والأخير عن هذه المجزرة، حتى لو أتى ب50 شخصية ظهروا على شاشة التلفاز السوري وقالوا نحن ارتكبنا المجزرة. رامي عبد الرحمن، على كل حال التحقيق الذي تجريه بعثة المراقبين الدوليين بقيادة الجنرال مود لم يصدر عنها أي شيء حتى الآن، هل لديك أي معلومات عن متابعة ذلك التحقيق؟ التحقيق يقول أن هناك بعض العوائل كعبد الرزاق كالسيد كعوائل أخرى قتلوا بإطلاق نار مباشر وبتنكيل بحربات البندقيات، هذا ما جرى لهذه العوائل. أيضا هناك بعض العوائل التي سقطت بقصف من قبل القوات النظامية السورية، لكن هذه المجزرة هي وقعت الآن، لو كان وفد المراقبين الدوليين توجه بسرعة إلى منطقة الحولة عندما أعلننا في عصر يوم الجمعة الفائت أن هناك قصف على منطقة الحولة وهم موجودين متواجدين في حمص، لكن لا كنا قد تفادينا سقوط عشرات الأطفال وأكثر من 100 مواطن سوري. الآن وقعت المجزرة، يجب أن نقول بصراحة لا دول غربية ولا دول عربية تستطيع أن تقول لنا يجب عليكم التسامح مع هذه المجزرة التي سقط فيها عشرات الأطفال، يجب أن يحاكم قتلة الشعب السوري، هذه المجزرة يجب أن تبقى ضمير، كان هناك إنسان لديه ضمير يجب أن يكون. نعم، سأتي إلى هذه المسألة عن محاسبة الجناة عن هذه المجزرة، ولكن في ملابسات ما جرى مود قال مباشرة ونقل هذا إلى مجلس الأمن الدولي بأن هناك أدلة عن سقوط عدد من الضحايا برصاص بقذائف النظام السوري، هل يعني هناك تفصيل إلى حد ما جنائي بين المدة التي قضى فيها هؤلاء من القصف السوري والمدة أيضا والفاصل بين من قضى فعلا كما تقول كثير من المعلومات ذبحا بالسلاح الأبيض وبالرصاص الذي أطلق من مسافة قريبة، مما يمكن أن يشير مباشرة إلى الجهة التي ارتكبت تلك المجزرة؟ نعم، حتى اللحظة المعلومات التي لدينا تقول أن هناك مجموعات تابعة للأمن، هناك نحن في نريد أن نقول بصراحة أن هناك بعض الموظفين المدنيين ما يطلق عليه الآن مصطلح الشبيحة في بعض المناطق، أصبحوا الآن الموظفين المدنيين لدى الأجهزة الأمنية ويحملون بطاقات أمنية ويقومون بالقتل باسم الأمن. لذلك نقول أن من ارتكب هذه المجزرة ومن دخل على منازل بعض المواطنين حسب شهادات أناس من المنطقة أنهم تابعون للأجهزة الأمنية، نحن نأخذ بالشهادات التي تروى لنا من الأهالي، هذه الشهادات تؤخذ إلى محاكم والمحاكم التي تحاسب على أساس هذه الشهادات. النظام السوري سحب إلى المفرزة الجديدة في بلدة تلداو وبدأ القصف على بلدة تلداو وبدأ استخدام أيضا راجمات الصواريخ من مفرق قرية القبو باتجاه بلدة تلداو وغالبية الضحايا الذين سقطوا في تلداو.
طيب رامي عبد الرحمن، على صفحات الانترنت تتداول معلومات وأسماء مثلا عن أسماء ضباط كانوا يشرفون على تلك المجزرة من ضباط النظام السوري، هل يعني هناك مصداقية لمثل هذه الأسماء؟ وهل أيضا من شهادات الناس استطاعوا أيضا تمييز بعض الأشخاص الذين قاموا بارتكاب هذه المجزرة، على اعتبار بأن يعني بعضهم يقول بأن هؤلاء أتوا من القرى القريبة من تلدو ومن الحولة؟ تمام، إذا البعض الذي يريد أن يحول المجزرة التي ارتكبها النظام السوري إلى مجزرة أن هناك أناس أتوا من تلدو، يعني دعنا نتحدث بصراحة، البعض يريد أن يقول أن هذه المجزرة ارتكبت من قبل القرى العلوية وهم الذين هجموا على القرى السنية وقاموا بقتل هؤلاء. بعد ذلك يخرج عليك النظام يقول لك أيضا هناك مسلحين من القرى السنية هجموا على قرية علوية وقتلوا فيها، ويخرج النظام من هذه المجزرة وكأن ليس له أي علاقة بهذه المجزرة وهي فقط حرب أهلية بين المجموعات من القرى. من يريد أن يأخذ رواية المجزرة إلى هذه بهذا الإطار هو يبرئ النظام من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. يعني تقصد بأن ربما هناك تعمد من قبل النظام إلى سيق تحقيقات بهذا الاتجاه أو الرواية العامة بهذا الاتجاه؟ تمام، ومن يمشي وراء هذه الرواية من المعارضة السورية هو لا يعلم أنه يخدم النظام أمام المحاكم الدولية. إذا قال النظام اليوم أن لدينا في القرية الفلانية جرى فيها قتل 10 من الطائفة العلوية في نفس الوقت الذي قتل فيها أناس من الحولة، يكون الأمر القتل هو بين العلوية والسنة، ويخرج النظام يقول أنا لا علاقة لي لا بهذه المجزرة. طب ولكن يا رامي عبد الرحمن، نحن نريد الحقيقة، المعلومات الأولية الآن التي الموجودة لديكم وما استطعت تحصيلها أيضا من خلال متابعة التقارير التي صدرت عن أيضا منظمات دولية، العفو الدولية تحدثت عن الموضوع، صحف كثيرة تحدثت عن الموضوع، مراسلون غربيون أيضا كانوا في الحولة واستمعوا لشهادات كثيرة. هل يمكن تشكيل صورة مبدئية عما جرى وعن مسؤولية النظام فيها؟ الصورة المبدئية تقول أن هناك مجموعات من المتطوعين لدى الأجهزة الأمنية بصفة موظف مدني وأيضا عناصر الأمن وعناصر بلباس أسود يعتقد أنها من فرع مكافحة الإرهاب، هم كانوا متواجدين في المنازل التي سقط فيها شهداء من الأطفال بإطلاق رصاص مباشر وبتنكيل بالحربات. هذه المعلومات هي الموثقة، تنكيل بالسلاح الأبيض، هذه المعلومات هي الموثقة من شهادات الأهالي. لا نريد أن نأخذ الأمور إلى منحى آخر لكي مثل ما قلت لك لكي يقول النظام السوري أنها حرب أهلية. هذه حقائق يجب أن ندافع عنها، ويجب أن يحاكم من أعطى الأوامر بهذا القتل الهمجي في الحولة. شكرا جزيلا لك رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معي عبر الهاتف من لندن. ونبقى في الموضوع السوري، فمنذ انطلاق الاحتجاجات ضد النظام السوري كان الأطفال هدفا لعمليات القتل والاقتحامات التي تنفذها قوات النظام في العديد من الأحياء السكنية. العديد من التقارير الحقوقية الدولية أكدت أن الأطفال يجبرون على رؤية ذويهم وهم يقتلون أمام أعينهم، إضافة إلى المعاناة التي يعيشونها أثناء عمليات النزوح واللجوء بسبب الأحداث. للمزيد حول هذه التطورات ومعاناة الأطفال في سوريا أرحب بالمحامية السورية السيدة سيرين خوري وهي معي عبر الهاتف. سيدة سيرين خوري، أرحب بك في حقوق الناس. بداية، هل يمكن توصيف وذكر أبرز الانتهاكات التي يعاني منها الأطفال وتمارس ضدهم في سوريا؟ بداية صباح الخير. الوضع الإنساني في سوريا سيء جداً، وخصوصا على الأطفال الذين هم مستقبل الوطن، فهم يرون المجازر ترتكب بحق ذويهم، وإذا لم يروا هذه المجازر فهم يخرمون من حق التعليم مثلا إذا أصبحوا هدفا لاجئين خارج الوطن أو داخل الوطن، وهناك إهمال لهم على كل المستويات. بالنسبة لما تذكرته بعض التقارير عن أن الأطفال يجبرون في بعض الأحيان على رؤية مشاهد قتل ذويهم أمام أعينهم، هل هناك توثيق من قبلكم لمثل هذه الحالات؟ نعم، موجود هذا الشيء، وهم مستهدفين كأطفال للقتل لترعيب الجيل القادم من أي أو تفكير باستقلالية أو حرية أو أي شيء.
عبارة عن ترعيب للجيل القادم بهذا الإطار. وهناك العديد من الروايات حول قتل ذوي الأطفال أمام عيونهم، وآخر رواية سمعتها أن عائلة بأكبرها قتلت أمام عين طفل، قتل إخوانه وأمه وأبوه أمامه، وهو تظاهر بأنه ميت ووجهه بالدم وهو يوصف القاتل وشكله. هل تقصدين الروايات هذا الطفل في الحولة؟ هذا الطفل نعم في من ضحايا مجزرة الحولة. على كل حال السلطات السورية تتهم دائما عصابات بأنها هي التي تقوم بهذه المجازر. بعض التقارير الدولية تحدثت عن أن أيضا المعارضة تقوم ببعض الانتهاكات، كيف تنظرين لهذه الأقوال؟ لا تزال سوريا تحت سلطة النظام السوري، فهي مسؤولة عن كل ما يحدث في على الأراضي السورية، سواء بيدها أم بيد العصابات المسلحة كما تدعي. وبالنسبة للحولة، تم نداء استغاثة من الحولة، وتم تبليغ اللجان المراقبة الدولية للقدوم إلى الحولة، وحالة السلطات دون قدومهم لاستطلاع الأمر. فإن كانت صادقة السلطات السورية، فلماذا تمنع الوكالات الأنباء الدولية من الدخول إلى سوريا واستيضاح الأمر؟ طيب الآن يعني أنتم في سوريا في الداخل، السيدة سيرين خوري تتحدث معي عبر الهاتف من دمشق، هل هناك إمكانية للتواصل مع السلطات السورية والوقوف على حد أو تجنيب الأطفال فظائع ما يحدث في سوريا؟ لغة النظام السوري لا يوجد حل سياسي، يوجد خدع سياسية للمواطنين السوريين، غير لا يعاملون المواطنين السوريين في سوريا كمواطنين بل كرعايا وكأفراد في مزرعة. متى يختار النظام السوري قتلهم فهو ربهم وإلههم، في قتلهم أينما كان وفي الوقت الذي يتم تحديده. شكرا جزيلا لك المحامية السورية سيرين خوري، كنت معي عبر الهاتف من دمشق.